النائب المحترم على طرح هذا السؤال. أي حال هذه السنة عرفت احتكاكات كثيرة ونقاشات حول النقل المزدوج. طبعا الحال إلا كانت المغاربة كلهم مجمعون لو حكومات سابقة الحكومة الحالية منتخبي الأمة على أنه لا بد العالم القروي للقول حل في أقرب وقت. طبعا الحال خذينا قرار وجدنا دفتر التحملات اللي كيقول هذا دفتر التحملات تسوية الوضعية ديال العاملين في العالم القروي. بالمناسبة النقل المزدوج هو نقل فيه الأشخاص والبضائع وبالتالي كيتستعمل في العالم القروي يفيد العالم القروي. ما عنده معنى دير طريق بلا نقل مزدوج، ما عنده معنى تنمي الفلاحة ولا تنمي الأسواق اللي كتعتبر بورصات ديال التبادل التجاري بلا نقل مزدوج. ودرنا دفتر التحملات، وأنت تعلم ربما أكثر من الآخرين من كان ضد هذا التوجه. وبالتالي شنو كنا؟ حاولنا نسمعوا للناس ياك ما عندهم الحق ياك ما درنا شي غلط. وجدنا في نهاية المطاف أن هناك رفض من أجل الرفض. فكنبغي نأكد للرأي العام وللجميع أن المشروع ديال النقل المزدوج في العالم القروي عليه إجماع ديال الحكومة، عليه إجماع ديال النواب والمنتخبين ديال الأمة، عليه إجماع ديال الناس ديال العالم القروي. دفتر التحملات وضحناه اليوم سيكون تسوية الوضعية للعاملين باش يخدموا في راحتهم، لا الدرك الملكي يكونوا مرتاحين ولا السلطات، ولا اللي عامل يكون مرتاح ولا المواطن يكون مرتاح. هذه أولا، أعطينا الأولوية لهذو اللي كيشتغلوا. ثانيا أعطينا الأولوية للسائقين اللي هما كيديروا الطاكسيات، كتعرفوا كاين تقريبا 160 ألف حسب تقديرات ديال الناس اللي عندهم بيرميد كونفيونس، في حين كاين 70 ألف وبالتالي أكثر من النصف اللي ما عندوش يشتغل. فأعطيناهم أيضا الأولوية، وبالتالي قريبا إن شاء الله غيخرج دفتر التحملات المحيل باش يحرروا النقل في العالم القروي دون أن يذهب إلى العالم الحضري، لأنه هذا نقل العالم القروي. أكثر من ذلك الآن كنديروا دراسة، كاين واحد العدد دول دارت نوع جديد من النقل في العالم القروي، سنعلن عنه إن شاء الله بعد بضعة أسابيع باش يمكن العالم القروي اللي كندافعوا عليه جميعا بما فيه السؤال ديالكم أنتم أنه يكون عنده الطريق ويكون عنده النقل باش الخدمات إن شاء الله تكون ميسرة. وشكرا.